بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي وياكم في الجزء الرابع والأخير من محاضراتي حول تصميم منظومة خلايا شمسية معزولة عن الشبكة، وهذا الجزء سيخصص بالكامل لحسابات التصميمية لاختيار الألواح الشمسية ومنظم الشحن. في المحاضرات السابقة تناولت الحسابات التصميمية لثلاث مكونات أساسية من منظومة الطاقة الشمسية المعزولة عن الشبكة. الآن سأتناول الحسابات التصميمية لجزئين أساسيين من أجزاء هذه المنظومة، هما السولار بانلز الألواح الشمسية ومنظم الشحن. منظم الشحن أو ما يسمى في بعض الأحيان بمتحكم الشحن هو تعبير عن الأداة التي تقوم بالسيطرة والتنظيم حركة القدرة المنتجة من الألواح الشمسية إلى باقي أجزاء المنظومة، وهو يمثل جزء أساسي ومهم في عمل أي منظومة طاقة شمسية، فهو بمثابة المتحكم أو المسيطر على حركة القدرة من الألواح الشمسية إلى البطاريات، وكذلك يمنع عودة الطاقة المخزونة بالبطاريات إلى الألواح الشمسية في الليل، اللي يسمى الريفيرس كارنت. عندما حين الليل ينتهي إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل الألواح الشمسية، فتصبح هذه الألواح بحد ذاتها لود. لولا وجود المنظم لانتقلت القدرة المخزونة في البطاريات إلى هذه الألواح. فأول وظيفة وأهم وظيفة يقوم بها منظم الشحن هو منع انتقال الطاقة ومنع عودتها بشكل عكسي إلى الألواح الشمسية. كذلك هو يمنع الخلايا الشمسية من إنتاج قدرة تفوق قدرة البطاريات على الخزن، اللي يسمى الأوفر تشارجينج. فحين تصل الطاقة المخزونة في البطاريات إلى ذروتها، يقوم منظم الشحن بعزل التيار المنتج من قبل الألواح الشمسية عن البطاريات، وإذا وصلت الطاقة إلى حدها الأدنى في البطاريات يقوم بإيقاف تسريب الطاقة من البطاريات للمحافظة عليها. كذلك يحمي النظام من التيارات الكهربائية الزائدة أو الناقصة بسبب احتوائها على فيوزات ودوائر خاصة به. كذلك يمكن استخدامه لمراقبة أداء المنظومة من خلال مجموعة من المقاييس اللي ممكن أنه نقرأها عن بعد عن طريق الإنترنت وباقي أجهزة الاتصال، فمن الممكن أن نعرف كمية الطاقة المنتجة ووضع الطاقة في البطاريات. أنواع منظمات الشحن، الآن في الحقيقة هناك نوعين رئيسيين. المنظم الأساس اللي هو وظيفته فقط أنه يمنع مرور التيار باتجاه المعاكس من البطاريات إلى الألواح. هناك منظم الشحن من نوع الـ PWM أو الـ Pulse Width Modulation، وهذا نوع بسيط صغير يستخدم فقط في المنظومات الصغيرة، لأنه يعاني من مشكلة أنه يجب أن تكون الفولتية المزودة إليه نفس الفولتية الخارجية، أي فولتية البطاريات، وإذا كانت الفولتية أكبر فيقتطع منها فقط ما يساوي فولتية البطاريات المربوطة به. أما النوع المهم اللي يستخدم بشكل واسع هو الماكسيموم باور بوينت تراكر، هو منظم شحن يستند على استخدام فكرة الماكسيموم باور بوينت تراكر، وهذا يحسن أداء المنظومة بحدود 10-25% مقارنة مع أداء منظم الشحن السابق، لأنه يحول الفولتية الزائدة إلى تيار وبالتالي يعزز تيار شحن البطاريات. منظم الشحن يشحن البطاريات بثلاث مراحل أساسية، طبعا هناك ثلاث مراحل وأربع مراحل وهناك حتى الآن سبع مراحل، لكن على العموم حتى أشرح الفكرة عمل منظم الشحن فاستعير فكرة منظم الشحن ذو الثلاث مراحل. الجزء الأكبر من عملية الشحن يتم بالمرحلة الأولى اللي تسمى بالبلك ستيج. في هذه المرحلة يكون تيار الشحن ثابت وترتفع فولتية البطارية باستمرار. المرحلة الثانية هي مرحلة الابسوربشن. المرحلة هاي هي المرحلة اللي تصل فيها البطارية إلى ذروة شحنها، فبهاي المرحلة يكون الفولتية اللي مسلطة على البطارية ثابتة، ويبتدئ التيار تدريجيا بالانخفاض وصولا إلى اكتمال شحن البطارية. المرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة الفلوتينج اللي تعرف بالطفو، وهي المرحلة الثالثة. بهاي المرحلة تحافظ البطارية على شحنتها كاملة وتعززها بتيار منخفض لتعزيز بعض الفقدان أو النقص اللي يحدث في شحنة المخزونة بها، ويستمر هذا الوضع وصولا إلى تشغيل
المنظومة على البطارية حيث تستنفذ الطاقة المخزونة فيها، وتكرر هذه العملية بسايكل ثانية وثالثة ورابعة بحسب عمر البطارية. قبل ما أدخل بالحسابات التصميمية للألواح الشمسية، لابد أن أعرض إلى فكرة ربط الألواح الشمسية. الألواح الشمسية تربط معا على التوالي لتكوين الصف، وتربط الصفوف معا على التوازي لتكوين المنظومات، ويتم حساب الفولتية الناتجة والتيار الكلي الناتج في قواعد ربط التوالي والتوازي. فإذا ربطت خليتين فولتيتهم 24 فولت وتيارهم 8 أمبير على التوالي، فهنا راح تتضاعف عندي الفولتية الناتجة بينما يبقى التيار على حاله. لكن لو ربطت مجموعتين أو ثلاثة من خلايا شمسية فولتيتها 24 فولت وتيارها 8 أمبير على التوازي، فهنا لأنه ربط توازي فالفولتية راح تبقى ثابتة 24 فولت، بينما التيار راح يزداد بعدد الألواح المربوطة. فهنا عندي ثلاثة ألواح، فإذا راح ينضرب بثلاثة فبدل 8 أمبير راح أصل على 24 أمبير وهكذا. وممكن الألواح تربط معا على التوازي والتوالي لتكوين المنظومة اللي أني أحتاجها بحسب كمية التيار والجهد اللي أحتاجه في تشغيل منظومتي. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على حجم الألواح الشمسية اللي أحتاجها لتغذية منظومتي. أولى هذه العوامل هو seasonal variation of solar radiation. فكما هو معروف الشمس ما تبقى على حالها طيلة السنة، وسبق أنه عرضت هذا الموضوع في محاضرة الإشعاع الشمسي. الشمس في الصيف بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالية تكون شدة إشعاعها أكبر مما تكون في الشتاء، وطبعا هذا يفرض علي بالتالي انه الطاقة اللي تنتجها الألواح الشمسية الثابتة راح تكون ايضا طاقة متغيرة، فعلي ان اخذ هذا بنظر الاعتبار في تغذية المنظومة اللي انا احتاجها، واشوف شلون اصمم منظومتي بحيث توفر لي الطاقة اللي انا احتاجها مع تغير شدة الاشعاع الشمسي. كذلك seasonal variation of the load، كذلك اللود ما يبقى نفسه ثابت طيلة فترة السنة. مثلا بالصيف احتاج تبريد، بالصيف احتاج ممكن اشغل مبردة، احتاج ان اشغل الثلاجة اكثر بهواية مما تشتغل به في فترة الشتاء. Battery efficiency، ما هي كفاءة البطاريات اللي استخدمها؟ من المعروف ان المنظومات المعزولة عن الشبكة تتأثر كثيرا بعمل البطاريات، اولا لانه هي العنصر الاغلى والعنصر الأكثر تكلفة في هذه المنظومات. ثانيا كفاءة البطارية تؤثر لي على إنتاجية المنظومة ككل. في المنظومات المعزولة عن الشبكة الطاقة اللي يتم إنتاجها نهارا أستخدمها ليلة، فكلما كانت كفاءة البطاريات أعلى راح يكون استخدامي للمنظومة أكثر كفاءة. ثم هناك الكابل لوسز، وهو الخسارة اللي تنتج من انتقال الطاقة الكهربائية في الأسلاك، وهذه أعانيها بشكل رئيسي في مناطق انتقال قدرة الدي سي. الـ MPPT efficiency هاي نقطة كلش مهمة، والكثير من مصممين المنظومات يهتمون بهذا العنصر لأنه عنصر مهم وحاسم في رفع إنتاجية المنظومة، وستناول هذا الموضوع في محاضرة مستقلة إن شاء الله مستقبلا. كذلك السماحيات في تقدير القدرة المنتجة من قبل الألواح، وهناك أيضا موضوع الديرت، ويقصد بالديرت كمية الأوساخ والرمال والتراب ومخلفات الطيور التي تتراكم على سطح الخلية وتمنع تعرضها بشكل كامل إلى الضوء. ثم أخيرا هناك موضوع جدا مهم هو الحرارة، درجة حرارة المنظومة وعملها. ففي البلدان الحارة تقل إنتاجية المنظومة بشكل واضح كما في بلداننا، والبلدان الباردة نسبيا هي أفضل مكان لنصب منظومات الطاقة الشمسية بالنسبة لهذا العامل. الحسابات التصميمية لمنظومة ألواح شمسية معزولة عن الشبكة، هنا أنا رح أخذ مثال توضيحي أعرض به الطريقة اللي يتم بها إجراء هذه الحسابات. الخطوة الأولى في حسابات التصميمية لهذه المنظومة هي حسابات الأحمال. في هذا المثال رح أعرض إلى نوعين من الأحمال، أحمال دي سي وأحمال أي سي. بالنسبة لأحمال الدي سي عندي ثلاث مصابيح ليد، قدرة كل مصباح 15 واط، عدد ساعات اشتغال اليومية هي 4 ساعات، فتكون الطاقة المطلوبة لتشغيل هذه المصابيح يوميا 180 واط أوار. وعندي مروحة عدد واحد قدرتها 6 واط، مروحة صغيرة عدد ساعات اشتغالها 8 ساعات، الطاقة اللي احتاجها لها هي 48 واط أوار لكل يوم، فيكون عندي مجموعة طاقة 228 واط أوار لكل يوم. ولكن نقل قدرات الدي سي يعاني من خسائر أكبر بكثير من نقل قدرات الأي سي، لذلك تشوفون أنه الخسارة
طاقة بسبب الأسلاك هي 5%، وهي حقيقة أكبر بكثير من الطاقة اللي أنا أشوفها في نقل قدرة الأي سي اللي ما تتجاوز من 1 إلى 2%. الآن لو أخذت بنظر الاعتبار الخسارة في الطاقة بسبب الأسلاك، فراح تكون عندي الطاقة الكلية اللي أحتاجها يوميا لأحمال الدي سي 240 واط محسوبة على أساس مجموع الطاقة الدي سي اللي هي 228 واط على 95% كفاءة الأسلاك في نقل طاقة الدي سي، فيكون الناتج 240 واط أور بير داي. أما بالنسبة إلى حسابات أحمال الأي سي، فعندي تلفزيون عدد واحد القدرة اللي يحتاجها 60 واط، عدد ساعات اشتغال يوميا 3 ساعات، فتكون الطاقة اللي يصرفها 180 واط أور لكل يوم. وكذلك عندي شحنة موبايل عدد واحد تصرف 3 واط، عدد ساعات اشتغال يوميا 2، فتستهلك طاقة مقدارها 6 واط بير داي، فيكون مجموع الطاقة اللي احتاجها يوميا 186 واط أي سي. قمت بإعداد اكسل شيت يقوم بإعداد الحسابات الكلية لهذا المثال، بالإمكان استخدامه من قبل من يرغب به لإجراء الحسابات الخاصة بالمنظومة اللي يشتغل عليها. لذلك حتشوفون أكو فراغات بالمثالين، أتركها لمن يريد أن يستخدم هذا الأكسل شيت ويضيف عليه المنظومات اللي هو يحتاجها. الطاقة اليومية نحتاجها 219، فراح تكون الطاقة الكلية المطلوبة 459 واط أور بير داي، جاية من حسابي إلى 219 زائدا طاقة الدي سي. الخطوة الثانية حسابات البطاريات. حتى أستطيع أن أجري حساباتي للبطاريات لابد أن أختار بطارية أعتبرها الأساس في بناء بنك البطاريات للمنظومة اللي أنا راح أشتغل عليها. بالنسبة لهذا المثال اختاريت بطارية مشهورة جدا في مواصفاتها، ويستخدموها الكثير من معدي أمثلة حسابات المنظومات المعزولة عن الشبكة. يكون بها النومينال فولتج هو 6 فولت دي سي، والريتد كاباسيتي 256 أمبير أور. استمر في الخطوة الثانية، خطوة حسابات البطاريات، هو 12 فولت. عدد أيام تجهيز الطاقة بغياب الشمس داي أوف أتونومي حاخذ 5 أيام. على هذا الأساس حيكون التيار اللي أنا أحتاجه لتغذية منظومتي هو 191 أمبير أور، محسوب من حاصل قسمة الطاقة المطلوبة يوميا اللي سبق لي أن حددتها ب 259 واط أور بير داي في 5 أيام على 12 فولت اللي هي سيستم فولتج. الآن لغرض حساب سعة البطاريات المطلوبة، فأني عندي الدي أو دي depth of discharge هو 75%، فلو قسمت 191 على 75% فرح أحصل على 255 أمبير أور. ولحساب عدد البطاريات المربوطة على التوالي في الصف الواحد اللي هو هنا اللي هو 2، حتى أقدر أحسب هذا الرقم فأقوم بتقسيم الدي سي سيستم فولتج اللي هي 12 على النومينال فولتج البطارية اللي اختاريتها اللي هي 6، فرح يكون العدد 2. بينما لغرض معرفة عدد الصفوف فرح أجري مقارنة بين Selected Pad Rated Voltage وسعة البطاريات المطلوبة طيلة فترة التجهيز. في هذا المثال البطارية اللي أنا اختاريتها سعتها 256 أمبير أور، بينما السعة اللي أنا أحتاجها هي 255 أمبير أور عليه، فرح تكون سعة البطارية اللي أنا اختاريتها أكبر من سعة البطاريات اللي أنا أحتاجها للتجهيز، فيكون عندي عدد صفوف البطاريات 1. وكمبدأ عام ما يستحسن لمشاكل الربط أن يكون عندي عدد صفوف بطاريات أكثر من صفين، فرح يكون عندي عدد البطاريات النهائي يساوي لي عدد البطاريات في الصف الواحد في عدد الصفوف 2 في 1، حيكون عندي بطاريتين هن اللي أحتاجهن لعمل منظومتي. الخطوة الثالثة حساب الألواح الشمسية. اختاريت لوح شمسي عادي معروف قدرته 90 واط، في ماكسيموم مالته 18.3، الماكسيموم كرنت مالته 5.4% امبير، الاوبن سيركت فولتج 22.2 فولت، الشورت سيركت كرنت 5.38 امبير، والتمبيتشر كوفيشنت 4% بيرسنتج لكل سنتيغريد. والعوامل الانوائيه اللي اشتغلت عليها، المنطقة اللي أعد المثال إلها البيكسن أور هو 4 ساعات و49%، وأعظم درجة حرارة اشتغال هي 60 درجة مئوية. لو أردت أن أشتغل نفس المثال هذا إلى مدن عراقنا الحبيب،
فراح تكون عندي البيكسن اور هي 5 اور تقريبا لاغلب مدن العراق. اذا افترضنا انه كفاءه البطاريه اللي انا استخدمها 90%، وافترضنا السويلينج فاكتور هو عبير عن خساره الالواح الشمسيه لقدره انتاجيتها بسبب تراكم الغبار والاوساخ وبقايا وفضلات الطيور عليها ب 95%، راح يكون عندي كميه التيار المطلوب من الالواح الشمسيه هو 10 امبير محسوب من حاصل قسمه اللي انا احتاجها يوميا اللي بالغه 459 واط اور على 5 ساعات على 12 فولت اللي هي الدي سي سيستم فولتج على 0.9 على 0.95، فيطلع لي 10 امبير كميه التيار اللي احتاجه من الالواح الشمسيه ان تنطيني اياه. بينما لغرض حساب فولتيه الشحن اللي احتاجها من هاي المنظومه مالتي، فراح تنحسب هذه الفولتيه على اساس ان الدي سي سيستم فولتج هو 12 فولت، تروح من عنده 12 فولت في تمبرشر كوفيشنت اللي هو 0.4% في فرق درجات الحراره بين ال 60 وال 25، حيث ان درجه 25 تمثل لي درجه حراره الاساس اللي يتم فيها اختبار الالواح الشمسيه. فمن هاي المعادله احصل على انه الفولتيه الشحن المطلوبه هي 13.7. بينما لغرض حساب الطاقة الشحن المطلوبة من الألواح الشمسية، فراح استخدم المعادلة البسيطة التالية: فولتية الشحن اللي يعني سبق ان حسبتها اللي 13.7 في التيار اللي هو 10 امبير في فاكتور يمثل لي الخسائر في منظومتي 1.2، فاذا طاقة الشحن راح تكون 1.2 في فولتية الشحن في التيار المطلوب للشحن، فاذا ضربت 10 في 13.7 في 1.2 فراح احصل على 164 واط. الان لمعرفة عدد الالواح الشمسية المربوطة على التوالي في الصف الواحد، فراح اجي حسابي من معادلة بسيطة: عدد الالواح المربوطة على التوالي راح يساوي لي فولتية الشحن المطلوبة اللي هي 13.7 مقسومة على الفي ماكسيمم اللي هي 18.3 اللي اخذها من الداتا شيت مالتي، فاذا قسمتهم راح يطلع العدد اقل من واحد فاقرب صعودا الى الواحد. بينما اذا اردت اعرف عدد الالواح الشمسيه المربوطه على التوازي اللي هي هنا اثنين، الاثنين جتي بالحقيقه من حاصل قسمه كميه تيار الشحن المطلوب من الالواح على الاي ماكسيمم، كميه التيار اللي احتاجه للشحن هو 10 امبير بينما الاي ماكسيموم هو 5، فراح يكون عندي الناتج 2، وبالتالي حاصل على عدد الالواح الكليه اللي يعني احتاجها 1 في 2 هو 2 لوح. الخطوه الرابعه والاخيره في حساباتي هي حساب منظم الشحن. المعادله اللي استخدمها في حساب منظم الشحن معادله بسيطه تجي من خلال حسابي الى شورت سيركت للوح الواحد مضروب في عدد الالواح الشمسيه المربوطه على التوازي، الكل ينظر في 1.25، هذه مثل هذا العامل الخساره استخدم ال 1.25 لغرض تامين حساباتي والوصول الى قيمه معقوله ومقبوله في التطبيق العملي. الشورت سيركت كرنت عندي هو 5.38، فاذا ضربته في 1.2 في 2 راح احصل على 13.5 امبير. فعلي ان اختار منظم شحن دي سي سيستم فولتج الى 12 واط، المينيمم باور كرنت هو 13.5. لهنا أكون قد أكملت بفضل الله تعالى عرض حسابات التصميمية لمنظومة معزولة عن الشبكة بالتفصيل. أتمنى أن تكون مفيدة لمن يحتاجها، وأي شخص يحتاج الأكسل شيت اللي أنا عديته لهذا المثال إذا ممكن يراسلني على صفحتي بالفيسبوك وأنا أرسل لي مع الممنونية. شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد.